قال لي مرر هالاخوان باش ما باش ما زعما يعرفوا هذا الشيء هذا وما يطيحوش شي مشكل ديال يمشيو ياخذوا الاستقاله قبل ما خداوش الفيزا ويقدر يوقع شي مشكل وي نيفر ناو كما كنقولوا. اللهم الاستقاله راه سهله على حد القول ديالو حتى كاع الاخوان اللي عرفتهم اللي جاوا يعني عامين هذه ولا العام اللي فات راه الاستقاله سهله. اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله، تحيه طيبه للجميع. حنا عبرنا عليكم هذه اليومين ما لحقناش شي فيديو وكذلك ما جاوبناش على الاسئله ديال الاخوان اللي كيرسلونا عبر الخاص. كنا مشغولين صراحه شي شويه ما لقيناش الوقت باش انا نصوروا ولا نجاوبوا على الاسئله ديال الاخوان، فرجاء تقبلوا الاعتذار ديالنا. فكل غيبه حجتو معاه كما كنقولوا. فاليوم صراحه البارح واليوم الجو عندنا ثلج ثلوجات كما في باقي كاع الولايات، فرجاء حيطه والحذر. الله يحفظكم ويحفظنا جميعا. غنبدا الاخوان بواحد النقطه ولا معلومه بالنسبه للناس اللي خدامين في السيكتور ديال الشرطه، الامن والشرطه. خاص بديك مثلا في المغرب الناس اللي خدامين في البوليس، في البوليس راه كيدوزوا المقابلات راه ماشي بحالهم بحال جوندار. جوندارم جواز السفر ديالهم المدني كيبقى عند الاداره، كيبقى عند الاداره. البوليس لا كيحتفظوا بالجواز السفر المدني وكيدوزوا المقابله، وبالعكس هما كيكون عندهم افونتاج انك انت خدام مع في القطاع ديال الشرطه، يعني كتكون كما كنقولوا البروفايل ديالك والباك جراوند ديالك نقي، ما كاين لا مشاكل لا صداع الراس لا مع المخزن لا المخدرات لا كذا لا كذا لا كذا، فهمتوني؟ يعني اصلا باش تدخل البوليس يعني كيكون دار عليك واحد لونكيت، هذا بحد ذاته افونتاج. ما كنظنش انا كاع البوليس اللي كنعرفهم يعني دوزوا المقابله كلشي خدا الفيزا ديالو، سواء كان عازب او لا كان متزوج، ما عندهمش المشكل. الحاجه اللي غادي ننبه لكم ليها هي ما تاخذوش الاستقاله وانتم مازال ما خديتوش الفيزا ديالكم. الله يخليكم، يعني تلاقيت انا مع واحد الاخ يعني غير في هذ اليومين مشكور جدا، وصدق هو بوليسي كان بوليسي في المغرب وجا الحمد لله بخير وعلى خير. الله جا تلاقينا بالصدفه فاش كنت في نيو جيرسي وبدينا كان تهودوا شويه، وقال لي ها اللي كاين اللي كان، قلت له ودي راه عارف هادشي ولكن قال لي مرر هالاخوان باش ما زعما يعرفوا هادشي هذا وما يطيحوش شي مشكل ديال يمشيو ياخذوا الاستقاله قبل ما خداوش الفيزا ويقدر يوقع شي مشكل. وي نيفر ناو كما كنقولوا. اللهم الاستقاله راه سهله على حد القول ديالو حتى كاع الاخوان اللي عرفتهم اللي جاوا يعني عامين هذه ولا العام اللي فات، راه الاستقاله سهله. كتاخذ الفيزا ديالك وكتطلب الاستقاله ديالك، كدوز واحد 20 يوم حتى شهر وكتخرج الاستقاله ديالك وكتجي بخير وعلى خير. بغيتي كاع تحاسب معاهم ولا تشوف المسائل ديالك مع الاداره ديالكم وكتخرج بخير وعلى خير. هكا حتى باقي القطاعات العموميه. رجاء الله يخليكم سمعوني مزيان، ما تستقلش وانت مازال ما خديتيش الفيزا ديالك في جيبك. انا كنقول لكم هذا الشيء بحكم تجارب ديال الاخوان وبحكم داك الشيء اللي عشت مع الاخوان وكنسمع وكيعاودوا لي ونشوف. ما تزربش، دوز الامور بخير وعلى خير حتى نهار تاخذ الفيزا ديالك. كما قلت في الاول انت عازب ولا انت والاسره ديالك، غير تاخذ الفيزا ديالك ديك الساعه بدا في الاجراءات ديال الاستقاله. اي قطاع عمومي سواء راه غادي يعطيوها لك يعني دغيا ولا غيتعطلوا عليك، المهم حاول ما تاخذش الاستقاله وانت مازال ما خديتش الفيزا ديالك. هذا من جهه. من جهه اخرى تذكير ديال الاخوان اللي خدامين فكما قلت لكم في الدارك في المخازنيه في المياه والغابات في الجمارك في سميتو في الجيش، اللي كاع اللي كيتسموا حاملي السلاح، هادو كتطلبهم واحد شهاده المغادره التراب الوطني في المطار. في المطار غير هاد الفئه هادو، لان كان خرج واحد المرسوم هاد الفئه هادو هما اللي معنيين بهاد شهاده مغادره التراب الوطني. يتسولونا عليها بعض الاخوان وراه كنا هضرنا عليها في فيديوهات ربما ما شافوهمش، حنا درنا تذكير. اما القطاعات الاخرى ما معنيينش، التعليم الوظيفه العموميه شي حاجه هكا الخواص وداك الشيء ما معنيينش بداك الشيء. حاجه اخرى واسمعوني هذه معلومات مهمه، الناس اللي باغا مثلا تاخذ واحد الكونجي سون سولد يعني بدون اجر، او لا تاخذ شي دير شي شهاده طبيه تجي لهنايا بغرض انها باغا تجي تشوف الحياه كي دايره هنايا، العيشه كي دايره هنايا، السكن، الخدمه الى اخره، الجو كما كنقولوا تقلقل السوق هنايا،
باش عجبها الحال راه غتجلس هنايا، ما عجبهاش الحال غترجع لخدمتها وترجع للدومين ديالها وترجع لبلادها. فهاد هاد القضيه هادي ممكن دار على حسب كل واحد والاداره ديالو، واش فعلا غيعطيوكم يسهلوا لكم في الامور ديال كونجي سون سولد، واش يسهلوا لكم في مثلا شي شهاده طبيه وتجلس ديال شهر شهرين ولا شي حاجه. لان كما كيعرف الجميع حنا باش تجي غير على ما تاقلم شويه مع الجو وتشوف وتقدر تحكم على العيشه زعما المعيشه هنا والحياه الى اخره، خصك على الاقل واحد 6 شهور، واحد 6 شهور تجلس هنايا، 6 شهور حتى العام عاد باش يبان لك انت في ذاك الولايه اللي مشيتي ليها واش غتجلس فيها ولا لا، واش صعيب الحال ولا لا، واش واش واش. المهم غتبقى تطرح شي اسئله على راسك وغتقارن بداك الشيء اللي كنتي عايشه في المغرب مع هذا الشيء اللي جيتي لقيتيه هنايا. وكما قلت واحد المره راه داك الشيء الاخوه اللي كتشوفوه في السوشيال ميديا راه الواقع شيء والسوشيال ميديا شيء اخر. حنا راه عايشين، انتم راه كتشوفوني ديما انا كنصور غير من الطوموبيل باش تعرفوا ان الوقت ما كاينش، راه كاين الامتيازات وكاين سميتو لي زانكونفينيو كما كنقولوا السلبيات، فهمتوني. اي بلاصه راه ماشي غير ميريكان ولا راه فين ما مشيتي، حتى في المغرب راه راكم عارفين. مثلا اسمحوا لي كنعطي مثال المغرب لان وكيبقى الامثله يعني مطبقه على كاع الدول، راه اي بلاد مشيتي ليها فيها السلبيات وفيها الايجابيات، هكا حتى هنايا غير كل واحد وشخصيته وكل واحد والقدرات اللي عنده والمهارات اللي عنده الى اخره. تفاهمنا دابا الاخوه، غندوز لواحد النقطه اخرى وبها غادي نختم. الاخوان اللي مقبلين غادي يشوفوا النتيجه في شهر 5 او لا، حتى الاخوان اللي مقبلين الارقام ديالهم مازال مثلا غادي تبان ان شاء الله من 30 وانت طالع الفوق. الله يرحم لكم الوالده والوالد، نصيحه اخويه سيروا خدموا على شي حاجه واستغلوا الوقت، ما تضيعوش الوقت في الخوال الخاوي. وغير انت جلس مع راسك وطرح سؤال على راسك، انا غادي لامريكان مثلا ولا مقبل ان شاء الله جاتني واحد الفرصه ديال انني نجحت في القرعه وكنتسنى الموعد، او راني تسجلت في القرعه وكنتسنى النتيجه ديال القرعه في شهر 5، انا شنو عندي باش انا غادي لهاد الامريكان ولاش انا غادي لهاد الامريكان، شنو الهدف ديالي من هاد الهجره. طرح غير طرح اخي او اختي هاد الاسئله على راسك وحاول تجاوب عليها، ولا ما جاوبتيش عليها نعاونك تلقى الجواب. وعلاش كنقول لكم هكا؟ استغلوا الاخوان هذا الوقت ديال الانتظار اللي انتم كتنتظروا مثلا الموعد او لا كتنتظر النتيجه او لا، سواء نجحتي ولا ما نجحتيش. الا خدمتي على شي حاجه يعني كنقصد تخدم على شي ديبلوم، تخدم على اللغه، تخدم في الانترنت، وركزوا لي على هذا الانترنت. دابا راه عالم تكنولوجيا، عالم الويب، عالم الانترنت. ذاك المرة عقلتوا شحال وحنا كنركزوا لكم على اللغة والحرفة، اللغة والحرفة، اللغة والحرفة، اللغة والحرفة، دابا زيدوا عليها الانترنت الاخوان. هذا راه كنت صراحة غنخليه حلقة بوحدو. حاول انا ما نظنش دابا شي واحد ما عندوش سمارت فون وما عندوش الكونيكسيون في التليفون. لا اظن، عارفين حنا دابا في 2024، لا اظن شي واحد ما عندوش هادشي. وكيبقى مضيع الوقت غير طالع هابط في التيك توك ولا طالع هابط في الفيسبوك ولا في الانستغرام، ويبقى يبارطاجي التفاهات والخوا الخاوي، وهو في الاخر ديال النهار كيمشي ينعس كيبقى يتخيل غير داك الشيء اللي ضحك وكركر وشاف وهضر وشاطا وكذا وكذا وكذا. شنو استفد؟ الله اعلم، الله اعلم شنو استفد. وهكا كل يوم كيبقاو يديروا هذا النوع هذا، وخاصه لي جون يعني الشباب اللي المراهقين نقولوا، ولا اللي الشباب اللي كتراوح الاعمار ديالهم مثلا ما بين 18 حتى 25 حتى 26 سنه. استغلوا الاخوان الاوقات ديالكم الفراغ، تعلموا شي حاجه، دخلوا الانترنت، بحثوا، عرفوا كيفاش تكريوا لي سيت ويب، عرفوا كيفاش تبيعوا اونلاين، عرفوا كيفاش تكريوا لي ستور، عرفوا كيفاش تصوبوا الديزاين، عرفوا كيفاش البروغراماسيون، عرفوا الانترنت. اخوان الانترنت راه غتولي واحد الوقيته غيولي كلشي كيخدم، دابا راه كلشي كيخدم في الانترنت، ولكن واحد الوقيته راه ما تبقاوش تشوفونا هكا كنمشيو في الطوموبيل باش نمشي للخدمه، راه نبقى نجلس غير في الدار ونبقى نخدم غير من الدار وانا بخير وعلى خير. فهمتوني دابا الاخوان، وخاصه هنا في امريكا، لان علاش الخدمه في الانترنت او بالانترنت غتسهل لك بزاف ديال الحوايج وغتصور الفلوس. وهانتوما شفتوا دابا الاخوان راه غير ما كيبينوا لكمش بالضبط شنو موجود في الانترنت وكيفاش تخدم وكيفاش تحقق فلوس من الانترنت. فرجعنا الاخوان هذه نصيحه اخويه، كما قلت لكم بها غادي نختم. الناس اللي مقبلين، انا دابا خاصه
الناس اللي يعني رابحين في فائزين في القرعه او لا كينتظروا النتيجه ديال القرعه، استغلوا الوقت ديالكم اللي نتوما كتنتظروا يجيكم الموعد او لا النتيجه، تعلموا شي حاجه اللي يكونوا اكيدين غادي تجيو هنا لامريكا وغادي تنفعكم، وغادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف، اللغه الحرفه، وتعلموا شي حاجه اونلاين في الانترنت وغادي ترجعوا هنا لامريكا ردوا عليا الخبر ديك الساعه. يلا كمال يحييكم، تهلاو في راسكم، سلام عليكم ورحمه الله.